قبل فترة قلت لي أحمد ودنا نهتم في الذاكرة. الحقيقة أني لقيت كتاب جميل حنستعرضه في الأسبوع القادم واللي بعده عن الوسائل العلمية لتقوية الذاكرة. لكن حضرني تو واحد من الزملاء سألني قال يا أحمد ذاكرتك قوية، قلت له أنه لها جوانب إيجابية ولها جوانب فكرية ولها جوانب أيضا معاصية إذا صحت، أنه تقليل المعاصي. فالشافعي كان يقرأ على وكيع وبدأ ينسى وبدأ قلت ذاكرته في الحفظ، فقال له الشافعي وكيع قال له راجع نفسك، فاكتشف انه يقصر في قيام الليل، يعني معاصي تليق بالعلماء مش زي معاصينا، تقصير في الليل قيام الليل، تقصير في الرواتب وليس في السنن وليس في الرواتب. فقال انه شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. قبل 25 سنه يا ابو يحيى كتبت مقال اسمه ترشيد المعاصي، الان احنا ترشيد الكهرب وترشيد المياه. ترشيد المعاصي بمعنى انه مثلا الكذب والله بضاعه رديئه، الغيبه بضاعه، حاول تقلص المعاصي بحيث انك تخليها للضرورات. مثلا واحد يقول لك ان الاغاني مثلا انه موسيقى مثلا مكروهه، انت تستمتع بالموسيقى وتسمعها تسوي شيء مثلا تسهر تشوف منظر جميل وتركز فيه، يعني خلي المعاصي بما يعود عليك بالنفع وليس الاشياء اللي ما تعود عليك، الكذب والسرقه واللي ما تعود عليك بالنفع. طيب